يستعد سفيان اليوم لأخذ ما يعرف بالمهيبة إلى عروسته، هدايا ورود وطبعا دون نسيان نصيبها من الأضحية، تزين بكل حرص وأناقة لتزيد من فخامة المهيبة. بون جيت باش ندير المهيبة الخطيبة تاعي لعيد الأضحى، بون كنت تشوفوا واش ديت كيما راه يتبان لكم. بون ديت لها جيكو شوية خضرة، ديت لها الفاكية وديت لها قفطان. في العيد الصغير جيت تاني عند كليوباترا، والعيد الكبير إن شاء الله المولود يا راهي حتى نديها. الإقبال على تزيين هدايا العروس مع كل مناسبة أصبح أمرا رائجا بين الشباب خاصة. هنا في المناسبات الدينية هكا يقصدونا ناس يديروا المهيبة، وسبيسيال كيما العيد الكبير الجيغو، الحاجة اللي شايعة ودايرة اللي تمد التام تاع العيد الكبير هي الجيغو. نخدموا لهم حاجة هكذايا، حاجة في الشباب، حاجة بوكس مودرن كيما يقولوا، حاجة عصرية. وكاين اللي يزيد معاهم فاكهة، وكاين حاجة قليلة يزيدوا شوية كوسميتيك. ولت عادة وطوندونس، ولا فيهم تنافس وتفاخر، راحت في العادات. بدا نصبحت المهيبة أمرا ضروري رسختها العادات الجزائرية، بات تزيين هذه الهدايا بطريقة فخمة ضرورة تدخل في تكاليف هذه العادة.